حبيبة أمها، يا أخواتي بحبها، يا أخواتي يا أخواتي يا أخواتي بحبها، دي حبيبة أمها. إيه الحلاوة دي يا مك؟ أنا بحبك قوي يا مك. أنت عارفة يا مك أنت شعرك حلو؟ ها؟ قولي لي شعري حلو يا ماما؟ قولي يلا شعري حلو يا ماما؟ شعرك حلو قوي قوي يا مكة. شعري حلو يا ماما؟ شعرك حلو قوي يا كوكا. بصي بقى يا كوكا، انا فرحت لك شعرك اهو وبقى جميل قوي قوي قوي. ايه رايك بقى اخش احضر لك الفطار واشغل لك دق دق؟ مين بيخبط؟ عمو مين؟ انا عمو صاحب بابا، جاي اوديك البابا. يا عمو انت كذاب، بابا قال لي ما افتحش الباب. يا كذاب يا كذاب، بابا قال لي ما افتحش الباب. يلا يلا يا كوكا احضر لك فطار واجي. ماشي يلا. دو دو دو. مين بيخبط؟ عاي ايه؟ عايزة المصروف، أنا عايزة المصروف، مش كل شوية تقول لي الدنيا والظروف. أنا عايزة المصروف، فين المصروف؟ عاوزة أجيب وأكل للعيال أعمل معروف. إيه ده؟ صوت الدوشة اللي بره دي؟ تعملي إيه بس يا مكة؟ إيه يا كوكا بتعملي إيه؟ هو أنت اللي عاملة دوشة يا مكة، وأنا أقول إيه الدوشة دي كلها؟ تسمعي الاجازه جت؟ اه. طيب ماشي يا كوكا، انت قمر وانا بحبك قد الدنيا كلها. يا روحي. ايه ده؟ هو مين اللي فتح الشباك ده؟ معقوله انا سبته مفتوح؟ ماشي يا كوكا غني انت بقى لحد ما اقفل الشباك واجي الا حاجه تدخل من الشباك. ماشي؟ ماشي. يلا شطوره يا ماكا كملي. يا رب سلم يا رب يا رب سلم. فين بقى التليفون يا ستي؟ خبيت التليفون فين؟ وديتي التليفون فين يا مكة؟ عايزين نتكلم بابا نطمن عليه. انت اللي ضيعتي التليفون. تعال تعال. خليكي بقى انت هنا. انا اللي جاب لي المطبخ. يلا بقى يا كوكا عشان نفطر. انا جعانه قوي يا كوكا، انا جعانه قوي قوي. انت مش جعانه؟ حرامي حرامي في بيتنا عم حرامي حرامي حرامي. يا رب سلام يا رب. يلا يا حبيبه قلبي عشان تفطري. بصي يا مكه، ينفع يعني يا مكه اللي بابا بيعمله ده ينفع كده كل يوم يبات عند مامته ويسيبنا يا مكه كده من غير مصروف؟ معلش يا روح قلبي. ماما يا روحي والله العظيم يا مكة انت الحاجة الحلوة اللي في الدنيا كلها يا حبيبة قلبي، انا بحبك قوي قوي يا مكة. كل دي فلوس؟ كل دي فلوس؟ شكلها تلعب. الدوشة اللي في المكتب ده يا مك، مش عارفة ايه النهاردة حكايتي مع الدوشة بصراحة. بص يا كوكا خدي سندوتش كليه واتفرجي شوية على التابلت لحد ما اروح اشوف ايه في المكتب واجيلك تاني. ماشي؟ يلا شطورة يا كوكا. مش فاهمة ايه الدوشة دي. اه انت مين؟ احسن لك. شو
مش هسيبك. حرامي صوت. حرامي ولا كلمة. حرامي حاضر. وات صوتك. لو اتكلمت انا مش هسيبك. انا مش هتكلم. مش هسيبك انت وبنتك. انا شفتك شايل مش هتكلم. احكي لي بقى، انت عايشة هنا انت وبنتك ومين تاني؟ انا وبنتي وجوزي. وجوزك بيجي الساعة كام؟ جوزي بقاله 4 أيام مش بيجي البيت. مش بيجي هنا ليه بقى؟ عشان في مشكلة بيني وبينه عن مصروف البيت، وهو متخانق معايا وبيبات عند أمه. يعني اطمن، يعني ما بيجيش صدفة؟ ما بيجيش إلا لو اتصلت بيه في التليفون وقعدت أتحايل عليه شوية إن البنت عايزة تشوف. حلوة أوي. أي حاجة بقى أقول لك عليها تجاوب على طول. حاضر. عشان ما أذكيش أنت وبنتك. لا والنبي والنبي. فهماني؟ حاضر اللي أنت عايزه. الدهب مكانه فين؟ الدهب. سمعتي؟ الدهب مكانه في الدولاب. بس انا عايزه اقول لك على حاجه والنبي. بص خد اللي انت عايزه، انا كده كده خلاص بيتي اتخرب واتطلقت، بس ما تاذنيش انا وبنتي بالله عليك. انا وبنتي لا، احنا ما عملناكش حاجه. اسمعي الكلام، مش هاذيك انت وبنتك. حاضر اعمل لك. والفلوس دي بتعمل ايه هنا؟ الفلوس دي حضرتك مش فاهم حاجه. الفلوس دي فلوس، دي فلوس. هو انا ما اقدرش امد ايدي عليها. هو غني ومعاه فلوس وكل حاجه، بس بخيل عليا انا وبنته. بنتي النبي، بنتي ما تعملش فيها حاجه بالله. ما تخافيش، انا ما جيتش جنبها وقفلت لك الباب كمان عشان ما تشوفكيش. انا مش عايزه. انا عايز اعرف حاجه. لا. ازاي في مشاكل بينك ومن جوزك؟ كل ده ذهب وكل دي فلوس؟ ايوه طبعا. انت بتشتغليني ولا ايه؟ والله العظيم انا مش بشتغل. انا مش فاهم حاجه. طب فهميني. انا فاهم حضرتك كل حاجه. بس هو بيجيب الذهب ده على اسم ان هو بتاعي، لكن هو بيقول ان هو شايله للزمن. يعني انا ممنوع احط ايدي عليه وممنوع البس اصلا حاجه منه. حتى الفلوس دي انا كل ما اتكلم معاه عن المصروف في البيت يلوي بوزه ويخصمني ويروح يقعد عند امه 3 4 ايام عشان ما اتكلمش معاه تاني في اي موضوع عن المصروف. يعني كل الذهب ده والفلوس دي وجوزك بخيل؟ ايوه بخيل. انت عايشه في عز ومش عاجبك كمان؟ عز ايه بس؟ انا اصلا كده خلاص بتتخرب. وحضرتك انت مش فاهم حاجه، انت سببت لي في اكبر مشكله في حياتي والله. ليه يعني؟ عملت لك ايه؟ بص حضرتك، انا كنت لسه ابويا واخواتي متكلمين معايا عشان مصروف البيت. لو هو جه ولقى الشنطه مش موجوده والذهب كمان، مش هيصدق ابدا ان في حرامي دخل البيت واخد الفلوس، وهيقول ان انا عملت كده انا واهلي. طب انا ذنبي ايه؟ انا كده اتطلقت غلط. يبدا يعني انت بالله عليك لو عندك اخت يحصل فيها كده، يبدا بدأ يتخرب بالله عليك. يرضيني الله يسامحك. مين اللي بيخبط ده؟ جوزك؟ لا. انت بتضحكي عليا وبتشتغليني؟ لا والله ما بضحك. اقسم بالله ما هسيبك انت وبنتي. والله لا والنبي بنتي لا. والله ما هسيبها. والنبي بنتي لا والله. لو صوتك طلع انا مش هسيب بنت. مش هتكلم. مين؟ ما اعرفش. مين؟ ما اعرفش. مين اللي بيخبط؟ انا ما اعرفش مين. مين اللي بيخبط؟ ما اعرفش مين. انا ما اعرفش. انا ما اعرفش. مين اللي بيخبط؟ ما اعرفش مين. انا ما اعرفش مين. مين؟ 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 محمد. مين؟ مالك يا محمد؟ في ايه؟ حلمت حتة حلمي يا ندى؟ حلمت بإيه؟ ينفع كده يا مكة؟ ينفع كده يا مكة اللي بابا عمله معانا؟ ينفع كده يا مكة يكرشني من البيت يا مكة ويشتمني ويهزقني؟ ينفع كده؟ يا روحي، والله أنت اللي مصبراني على الدنيا دي يا مكة ومصبراني على العيشة كمان. بس أنت عارفة بقى يا مكة؟ أنا ما عنديش غير حد واحد أروحه، ما عنديش غير أخويا. يلا بينا نروح عند خاله؟ ينفع كده سايبنا ماشيين كده في وسط المطر كده؟ كنت انا سارق شنطه فلوس من الناس وباجي وبيجي ورايا، ولقيت شباك نطيت فيه. الشباك اللي نطيت فيه ده شقتنا يا ندى. وتعرفي مين صاحب الشقه؟ مين؟ انا اختي وبنتها مك. وسرقت منهم شنطه الفلوس والذهب. واختي ايه كانت بتعيط، صعبت عليا قوي يا ندى. كانت بتعيط. ايه بتعيط؟ ايوه. انا كده اطمنت. قابل يا محمد، انت حلمت؟ ربنا يستر. الباب بيخبط. شوفي مين طيب. حلمت؟
ربنا يستر، ربنا يستر. أنا عارفة حلمك يا محمد، أنا عارفة. مين؟ آية؟ إزيك يا ندى؟ خير يا آية؟ أنا عارفة، أنا عارفة. أخوكي لسه حالم بيكي، وكنت بتعيطي، ومعاكي شنطة كمان. أخويا أيوة طبعًا حاسس بيا، حاسس بيا طبعًا، أخويا حبيبي. إيه اللي حصل يا آية؟ جوزي كرشني. كرشك؟ أيوة. جاية تعملي إيه يعني يا آية؟ جاية أقعد عند أخويا، جاية أقعد عند أخويا اللي مالناش أنا وهو غير بعض في الدنيا، وفي شقة أبويا. شقة أبوكي. أيوة. ادخلي لاخوكي يا حبيبتي، ادخلي لاخوكي. انا هكتب على الشقه دي دار ايتام. اتفضلي يا حبيبتي اتفضلي. ربنا يستر. بابا حبيبه قلبي زوزو، وحشتيني يا حبيبتي. وانت كمان يا بابا. بقول لك ايه، تعالي نامي جنبي يلا. مش بابا. ايه يا حبيبتي، هو انت ما عندكش شغل مرة؟ لا يا حبيبتي عندي شغل، بس انت وحشتيني. وانت كمان يا بابا. ربنا يخليكي ليا يا حبيبه قلبي، انا بحبك قوي يا زوزو. وانا كمان يا بابا. انت بتغنوني. مين يا ندى اللي بيخبط؟ مش انت حلمت؟ قابل بقى، اختك ايه جايه بتعيط ومعاها الشنطه اللي انت حلمت بيها. مالها؟ وبتقول ان جوزها كرشها، وجايه تقعد فين؟ في دار الايتام طبعا اللي هي شقتي. بتقولي ده بيت ابويا وماليش غير اخويا الوحيد، هقعد فين يعني؟ محمد. ايه يا ندى؟ عاوزاك تاخد اختك من ايديها وتوصلها لبيت جوزها. انا مش عاوزه حد يقعد معايا في الشقه، هي غلطانه، جوزها غلطان، انا ماليش دعوه. طب اطلع اشوفها. طيب اتفضل يا محمد. زي مش احلامك يا ريت؟ والنبي والنبي يا محمد ما تحلمش تاني. يا ايه اخويا حبيبي، يا اخويا. ايه يا حبيبتي؟ يرضيك يرضيك اللي بيحصل لاختك ده، يرضيك. عشان تكون فاهم حاجه، انت لازم تشوف لك صرفه معايا. كرشني من بنتي، كرشني يا محمد. ينفع كده برضو؟ معلش يا حبيبتي، اوعى تكوني ظلماه يا ايه. لا والله العظيم ما ظلماه، ده هو بيهزقني وبيمد ايده عليا وكرشني من البيت وعايز نرجع له تاني. انا لازم اتطلق منه ومش هرجع له البيت تاني. كويسه حبيبتي انت كويسه؟ فيكي حاجه طيب؟ لا انا كويسه يا محمد، بس يرضيك اختك، يرضيك اختك تتبهدل كده وتتظلم كده. لا يا حبيبتي لا. بقول لك ايه، انا عندي شغل عشان متاخر عليه، هروح الشغل ولما ارجع هتكلم معاك. البيت بيتك يا حبيبتي. بس هتعمل حسابك انا مش راجعه ولازم اتطلق. اللي انت عايزاه. حاضر. اقعدي يا حبيبتي. ماشي. انت كويسه اهم حاجه؟ انا كويسه. هي مكوكه عامله ايه يا حبيبتي؟ انت كويسه؟ انا بحبك قوي يا مك. البيت بيتك يا حبيبتي، البيت بيتك يا اختي يا حبيبتي. ربنا يبارك لك يا اخويا يا حبيبي، ده عشمي فيك والله. تعالي يا مك. تعالي يرضيكي يا مك برده اللي بابا بيعمله فينا ده، يرضيكي. ايه يا محمد، هتاخد اختك وتمشيها دلوقتي وترجعها لجوزها ولا ايه؟ لا يا ندى، دلوقتي انا رايح الشغل، هتاخر على الشغل يا ندى. يعني هي هتفضل قاعده هنا؟ ايوه طبعا هتقعد هنا طبعا، البيت بيتها يا ندى. محمد انا هاخد راحتي ازاي في بيتي يا محمد؟ بتقولي جوزها بيهزقها وبيضربها وبيبهدلها يا ندى، دي بنت ناس برضه يا جاموسه. يرضيك يعني اعمل فيكي كده اضربك؟ لا يا محمد. بص يا محمد، عاوز اقول لك على حاجه. قولي. انا عندي حمام واحد بس في الشقه، والشقه ضيقه وما عنديش غير اوضتين، اوضه انا وانت واوضه الغزل، هي هتنام فين؟ لا كده يا ندى؟ طب والله بالعين دي فيكي ما انا ماشيه وقاعده. بعدين هي نسيت اصلا ان دي شقه ابويا ولا ايه؟ وزي ما هو اللي فيها انا كمان ليا فيها. ماشي يا حربايه، يا حربايه ده انت اول ما دخلتي بيتنا وعرفتي اخويا كنت بتبوسي ايدينا. ماشي انا هوريك يا ندى. تنام في اوضه غزل يا ندى، فيها ايه؟ يومين ثلاثه وهتمشي. ماشي يا محمد، ماشي يا محمد. مفيش فايده يا ندى، مش عارف مالك. انت عاوز تضايقني وخلاص. امشيها لك يعني؟ اطلع اكروشها يعني؟ لا ضايقني انا. حضري هدوم يلا يا ندى. حاضر. امنية حبيبتي. نعم يا جولجو. فهمتي هنقوله ايه؟ ايوه طبعا يا جولجو، انا فهمت كل حاجه. جوز اختنا ده هتقولوا ده انت سندنا، هنقعدوا عند مين يعني؟ يرضيك نقعدوا عند خالنا اللي عنده شباب كبار؟ ايوه وبعدين يعني يا جولجو العيب عليك، انا تربيتك يا جولجو.
برافو عليكي يا احلى امنيه. ما ينفعش تقلقي خالص. تعالي بقى نسمعه الكلام واحنا ماشيين. طب ماشي. ده انت جوز اختنا. ماشي يا ماما. في ايه يا عمتك؟ ايه يا حبيبه قلب عمته؟ عامله ايه يا حبيبتي؟ وحشتيني. انت كمان. وانت كمان يا حبيبه قلب. انت عارفه يا غسوله انا بحبك ليه؟ ليه؟ عشان انت طيبه كده زي ابوكي، مش حربيه زي امك. يعني ايه حربيه؟ بهزر معاكي يا حبيبتي. تعالي تعالي نقعد نتكلم مع بعض شويه. يلا بينا. يلا يلا. ازيك يا بلاسي؟ ازيك يا امنيه؟ ازيك يا جولجو؟ اختي عامل ايه؟ اتفضلوا. هي ندى مراتي لحقت تشتكيلك وتقولك اللي اختي جت قعدت عندي؟ لا هي ما قالتليش حاجه، بس شفت اللي حصل لنا يا برنسو. حصلكوا ايه بس؟ ينفع كده نبقوا نايمين في امان الله نصحوا على البيت بيتهز؟ بتتكلمي بجد؟ ايوه بيتهز. وماما خافت قوي علينا وقالت لا استحاله نقعده في البيت ده تاني. طب الحاجه فين؟ الحاجه اخذت اخويا وراحت تقعد عند اخوها. وانا قلت انا وامنيه. احنا قلنا ايه يا امنيه؟ انا هقول. بص بقى انا عايز اقولك على حاجه يا جوز اختي. عيب عليك يا جولجول. انا اقولك على حاجه، جوز اختي ده بس مش جوز اختنا، لا ده اخونا الكبير، هو حمانا وظهرنا وسندنا. طبعا أيوة. يا امنيه احنا لنا مين غيره يعني؟ صح يا امنيه، ولو ما يشيلناش بيت جوز اختي مين هيشيلنا يعني؟ يعني انت يرضيك احنا نروح عند خالنا، وخالنا ده عنده شباب كبار في البيت، احنا ازاي يعني نروح ونقعد ونباتوا عنده هناك؟ طب احنا قلنا ايه الحل بقى؟ قلت لها طبعا يا جولجول ما تشيليش الهم، بيت جوز اختنا مفتوح لينا نقعدوا فيه براحتنا، وهو اكيد يعني مش هيرفض عشان هو بيحبنا. ايوه طبعا. صح؟ ايوه طبعا. ولا يرضيك يعني نروح عند خالنا اللي عنده شباب كبار؟ لا 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 ما يرضيليش ابدا. ونقعدوا محبوسين في الاوضه ومش عارفين نتحركوا. لا تقعدوا عندي طبعا. يا امنيه ايوه اكيد مش هيرضيه. بس انتوا هتقعدوا قد ايه يعني؟ بص احنا مش هنطول، هو يا دوبك من 6 شهور لسنه. كم؟ 6 شهور لسنه بس يا أيوة. برنس في حاجه؟ لا 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 مفيش اي حاجه. انت قلتي لي بيت جوز اخونا او جوز اختنا يعمل ايه؟ جوز اختنا ده طيب قوي وبيحبنا، هو سندنا وظهرنا وحبيبنا واللي هيشيلنا. صح؟ صح طبعا يا امنيه. احنا لنا مين غيرك؟ انتوا اخواتي والله. وكمان مش كده وبس، ده انا عايزه اطلب منك. اتفضلي. انا بصراحه يعني كده كنت عايزه لعبه، اصل الالعاب عاجبني قوي. لا ولازم تجيبي لغزل لعبة. طبعا غزل دي اهم مني، افكر فيها قبل مني. يا امنية اسمعيني، انا جايب لي غزل يا حبيبتي العاب كتير. لا 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 يا لا ما ينفعش ندخله وايدينا فاضية. ايوه طبعا ما ينفعش اروح لغزل وانا ايدي فاضية. ادخل بيت اختي ايدي فاضية. وعلى فكرة عايزين نقعدوا على الفكهاني نجيبوا 2 كيلو تفاح. وبعدين كمان كده هو يعني عايز اقول لك على حاجة، انت بتقول لي انت بتجيب لها كل حاجة، انت حاجة وانا حاجة، انا اجيب لها اللي هي عايزاه كله، انا لازم افرحها، بنت اختي وانا بحبها. ماشي يا امنية اللي انت عايزاه. يلا يا حبيبتي انا بقى عايزة اروح اني العب. ماشي اتفضلي. اللعبة اللي انا هجيبها لنفسي هجيبها لغزة. برافو عليكي يا امنية. يلا يا حبيبتي. ماما. نعم يا غزة. يعني ايه حرباية؟ انت جبتي الكلمة دي منين يا غزة؟ اصل عمتها قالت لي احلى حاجة اللي انت طلعتيه زي مامتك حرباية. يعني ايه بقى حرباية؟ بتقول عليا انا حرباية؟ يعني يا غزل دي كلمة وحشة يا حبيبتي، يعني بتشتمني. تشتمك يا ماما؟ أيوة يا غزل. أنا بحبك يا ماما. وأنا كمان بحبك يا زوزو. طب تعرفي يا ماما يا رب عمته تموت. يا رب يا رب تموت ونخلص بقى. لا عيب يا غزل ما ينفعش تقولي على عمته كده. ماشي يا ماما. بصي يا غزل يا حبيبتي، أول ما يجي أبوكي تقولي له إن عمتك قالت عليا حرباية عشان أبوكي ما بيصدقناش وعلى طول بيطلعني أنا الغلطانة. ماشي يا ماما. تعالي والله ما انا سايباها. ماشي يا ايه. الله على القعده الحلوه، قعده بروقان كده، والبت مكه نامت كده والسرير جوه مريح. البيت بيت ابونا والغرب بيطردونا. والنبي الاغنيه حلوه والنبي. ماشي يا ندى، والله بالعند فيكي ما انا ماشيه من هنا. نسيتي نفسك يا مقيحه؟ والنبي يا اخويا نظفك ولبسك، نسيتي نفسك كنت جايه عامله ازاي؟ يانا يانتي في البيت ده يا ندى. ماشي. والبيت بيت ابونا والحرابيق يطردونا. والبيت بيت ابونا والحرابيق يطردونا. غزل بتحب ايه؟ ايوه غزل بتحب العاب الطبخ قوي. انا جبت لها واحده وانا واحده.
ايوه دي تفرح بيهم قوي. وايه تاني بقى؟ هي كده اتلخبطت يا امنيه، واحده هنا واحده هنا. طب خلاص ماشي. الطبخ دي عند غزه في البيت. لا ما بص بقى، انا عايز اقول لك على حاجه يا جوز اختي، انت بتجيب لها حاجه وانا اجيب لها حاجه. ايوه انا خليتها ولازم افرحها. برافو عليك يا امنيه يا حبيبي طبخ. اجيب لها ايه تاني؟ ايوه صح، بتحب اللي هي العاب الدكتور قوي، وكمان قالت لي نفسها تطلع دكتوره اسنان. انا بقى هجيب لها لعبه دكتور الاسنان وانا كمان هاخد واحده لي. شاطره يا امنيه. بصي واحدة هنا وواحدة هنا. وايه تاني بقى؟ وايه تاني؟ الله الغسالة دي غزة تفرح بيها قوي. طب مفيش من الغسالة دي تاني؟ لا دي اخر قطعة، وغزة عندها واحدة في البيت برضه. يا خسارة. طب اعمل ايه بقى؟ طب مش مهم، غسالة غزة ومكوة ليا. ما غزة عندها واحدة في البيت. آية هي دي قاعدة يا آية؟ كمان بتشربي شاي بلبن؟ مالها القعده يا ندى؟ شافاني يا حبيبتي قاعده راسي تحت ورجلي فوق؟ ما انا قاعده عاديه. وبعدين عايزه اقول لك على حاجه يا حبيبتي، البيت ده بيت ابويا، اقعد على الترابيزه، اطلع فوق الستاره، اقعد تحت على الترابيزه، يا حبيبتي ده انا حره، اعمل اللي انا عايزاه وبكيف. لا دي شقتي انا، ده بيت ابوكي قبل ما تتجوزي انت يا حبيبتي، دلوقتي بيتك عند جوزك، دي شقتي انا. لا يا ماما شقتي وليا فيها. هو انا حر اعمل اللي انا عايزاه خلاص. وهقول لك على حاجه بقى، اقعد فيها واربع واحط رجل على رجل، وانت اللي تخدمي عليا كمان يا ندى. كمان يا ايه؟ آه نسيتي نفسك يا بنت ولا ايه؟ نسيتي نفسك كنت جايه عامله ازاي؟ عامله ازاي يا اخويا يا اختي؟ ننضفك ولبسك وخليك. ايه ده يا بنت؟ ايه بنت لابسه فنك ده؟ لابسه لون يا بنت؟ ولا عرفتي بلبس يا حبيبتي؟ ما شفناش يا حبيبتي. عايزه اقول لك على حاجه يا جوز اختي، انت تجيب لها حاجه وانا اجيب لها حاجه. دورة. ايه تاني اجيب لها؟ ايه تاني؟ اه اللعبة دي بقى حلوة قوي، واللعبة دي كمان تبقى ليا. اللعبة دي كمان دول كده. ده هتفرح قوي يا بنات. بس مش كده وبس، انا بكرة انا وغزة بقى هاخدها كده ونجيبها العاب براحتنا. تاني؟ اه ما كده ما عرفتش اخد راحتي، عشان هي تختار برضه اشوف هي عايزة ايه وانا عايزة ايه كده. هي عندها مذاكرة يا امنية. عندها مذاكرة؟ ما هي أمنية كمان عندها مذاكرة. في إيه بس؟ في إيه يا برنس؟ أيوة فاكرة نفسك يا بنت كنت جاية عاملة إزاي ولا مش فاكرة؟ عاملة إزاي يعني؟ عاملة إزاي يعني؟ ما أنتِ عارفة. أستغفر الله العظيم يا رب عكرتيني. أيوة لو هتضايقيني هسيب البيت وهمشي. ما تمشي. ما تمشي يا حبيبتي، الباب مش يفوت جمل، الباب يفوت عاجل. بس انت مش هتعمليها، عارفه ليه؟ ليه؟ عشان انت اصلا بارده وما عندكيش دم. ما صدقتي يا حبيبتي دخلت الشقه واتملفتي، هتطلعي منها برده؟ ابدا. انا بارده وما عنديش دم؟ ايوه بارده وما عندكيش دم. نفسي يا بنت اشوفك كده يا بنت، عندك دم كده ولا عندك فسوه كده منه؟ والله لا لمي شنطه هدومي واخد بنتي ورايحه عند امي. ايه رايحه؟ روحي عند امك يا حبيبتي، روحي لمي هدومك يا ندى. مستنيه اشوف الشنطه حبيبتي مرصوصه قدام الباب. انا يا ندى اقسم بالله لا اوريكي. عايزين امشي من البيت؟ البيت بيت ابونا والغرب بيوت ردونا، البيت بيت ابونا والحرم بيوت ردونا. يلا بينا يا غزل يا حبيبتي. ايه يا ندى؟ الشنطة دي؟ محمد أنا مش قاعدة في البيت ده ثانية واحدة، أختك هزقتني ومسحت بكرامتي الأرض وبتقولي إن أنتِ باردة وما عندكيش دم. أنت لو عملتلي إيه باللازم؟ أنا همشي من البيت يعني همشي من البيت. يلا بينا يا غزل. مش هينفع يا ندى. مش هينفع ليا يا محمد، أنا مش هقعد في البيت. قبلي تعالوا. أختي حبيبتي جونجون وحشتيني يا حبيبتي وحشتيني. وحشتيني يا حبيبتي. عاملة إيه؟ يلا بينا يلا بينا، أنا مش قاعدة في البيت ده ثانية واحدة. يلا فين يا عبيطة؟ أختي هزقتني ومسحت بكرامتي الأرض وبتقولي أنتِ باردة وما عندكيش دم. بيتنا بيتهز وهيقع. إيه؟ ما تخافيش، إحنا قاعدين معاكي أنا وأمنية، إحنا تلاتة عالية، هنمشوها هنمشوها، بس إهدي كده واضحكي. ليش؟ أختي حبيبتي عاملة إيه يا أمنية؟ عاملة إيه؟ زوزو حبيبة قلب خالته. وحشتيني يا خالته. أنتِ كمان يا قلب خالته. غزولة وانا فين؟ وانتي كمان يا امنية. بصي بقى يا غزولة، انا جبتلك بقى شوية العاب من مكتبة باباكي، جبتلك العاب جامدة قوي، كل لعبة اجيبها لنفسي اجيبها لك على طول. قلبي يا امنية. انتي حد تاني، انتي حد تاني. عايزة تمشي يا ندى؟
ينفع كده يا محمد؟ اختك مسحت بكرامتي الارض يا محمد. عادي يا حبيبتي اخته مفيش مشكله، امسحي اختنا. هي اختنا يا ندى عادي. ايوه اختنا يا ندى. ده كل حاجه بتتعرض جت يعني على اخته، قولي لها معلش وخلاص راضيها، صح كده يا محمد؟ هو ده الحلم اللي انا ما حلمتوش. محمد هو انا برده؟ انا ما عنديش دم؟ لا ماشي يا محمد. حتى لو بارده فيها ايه يعني؟ هي الشتيمه بتلزق. هي ضربتك يا ندى؟ لا يا ندى. خلاص دي اختنا. طب تعالي احنا هنمرمطوها. ايوه وانا معاك. ماشي يلا بينا تعالي. يلا بينا. ايه يا اختي يا حبيبتي؟ محمد يا حبيب قلبي وحشتني. ايه القعده الجميله دي؟ ايوه فاكر يا محمد لما كنا بنقعد عليا واحنا صغيرين؟ فكرتيني بايام زمان والله. يعني كانت احلى ايام. فاكر لما كنت تتخانق معايا عشان تقعد تنام هنا وتقعد تذاكر؟ وكنا بنتخانق مين اللي يقعد هنا الاول. ايوه فاكر لما كانت حاجه تقع مننا من البلكونه كان بابا يمسك الدنيا كده ويمدنا عشان نجيبها من على التلج. ولما كنت بقعد على سور البلكونه. ايوه يا محمد والله احلى ذكريات والله. كانت ايام جميله والله يا حبيبي. وحشتني وحشتني ايامك والقعده معاك. هو ايه اللي حصل بينك انت وندى؟ حصلش حاجة يا حبيبي، فضي دماغك، دي ست فاضية ما وراش أي حاجة والله. عايز أقولك على حاجة. قول. أنت دلعتها ودلعتها زيادة عن اللزوم. ها؟ أنت إيه اللي جابك من شغلك بدري؟ بيت حماتي بيقع. لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعدين؟ جلجل وأمنية جولي المحل وقالوا لي عايزين نقعدوا عندك شوية. شوية ده اللي هو قد إيه يعني؟ يعني من ست شهور لسنة. ست شهور لسنة؟ ما هي قالت لي إيه، مش هينفع أروح عند خالي عشان عنده شباب. أه لا. وقالت لي كمان أنت أخونا الكبير. اخونا الكبير. ايوه. عرفوا ياكلوا دماغك ويضحكوا عليك بكلمتين. ها ايه يا محمد يا اخونا الكبير؟ وبعدين هي ست شهور سنه؟ ده كتير قوي يا محمد، مش شويه ده يا حبيبي. وبعدين عايز اقول لك على حاجه بقى، هما الاثنين بقى جايين يقعدوا هنا معانا في البيت. ها أيوة. وانا لما جيت لك الصبح مراتك قالت لي ايه؟ دار ايتام. اطلع بقى انا اقول لهم دلوقتي دار ايتام ولا اقول لهم ايه بالظبط؟ لا ما تقولهمش حاجه. ايه ماشي، ما انا هسكت. عموما يا حبيبي عايز اقول لك على حاجه، البيت يسعم الحبايب ألف، يشرفوا وينوروا، البيت ينور يأنسوا يا حبيب قلبي. عايز أقول لك على حاجة، روح شغلك يا حبيبي، روح شغلك، دي ستات فاضية ما وراهمش أي حاجة، محدش هينفعك يا حبيبي والله، روح شغلك. ماشي يا أختي، مش عايزة أي حاجة؟ ربنا يبارك لك يا رب يا حبيبي، ما تنساش تجيب بقى اللعبة المكة وأنت جاي. حاضر. ماشي، ربنا يبارك لك يا رب ويرزقك ويوسعها عليك. ماشي يا ندى، ماشي أنت وجلجل وأمي، ده أنتوا هتشوفوا أيام. طيب، ويانا يا أنتوا في البيت. دار ايتام. ها ماشي انا. داري يا داري يا داري. ايه يا حبيبتي؟ ازيك يا حبيبه قلبي؟ يا دار انت مش شايفاني يا حبيبتي بكل لب ايدي مش فاضي. لا حقك. لا حقك. بحبك يا ايه ووحشتيني قوي. ايه يا بنت ما انا عارفه. ازيك يا طنط ايه عامله ايه؟ ازيك يا مفعوصه عامله ايه؟ مفعوسه؟ اه بتهزر. ماشي يا طنط ايه، انا قبل هزارك انا بحبك قوي يا طنط ايه. ما شفناش يعني الدم يا ندى وقلت انا عندي دم وهمشي فين يا حبيبتي شويه الدم اللي عندي؟ ما لميتيش شنطتك يا حبيبتي ورحتي بيت امك ليه؟ اي حبيبتنا احنا اخواتي يا حبيبتي، وما فيش ما بين الاخوات شتيمه. ايوه طبعا يا حبيبتي، من القلب للقلب رسول الله. ايوه انا عارفه. ايوه انا عارفه يا حبيبتي. قال انت سبتي بيتك ليه يا ايه؟ بمزاجي يا ماما، بمزاجي وبكيفي كده اهو، وقلت اغير جو شويه وجاي اقعد عند اخويا، عيب ولا حرام؟ لا عادي يا حبيبتي، اصل انا كان عندي واحده صاحبتي حبت تعمل شبهك كده بالظبط. تعرفي جوزها عمل ايه؟ عمل ايه؟ جاب حبيبته اللي كان بيحبها ودخلها الشقه بتاعت مراته واتجوزها، وقال خلي دي بقى عند بيت امها براحتها. اه كنت فاكره يا بنتي يا ندى ان كل الترب بيتاكل لحمه؟ لا يا حبيبه قلبي، ساعتين بالظبط وهتلاقيه كده هو قاعد هنا على السلالم وبيخبط على الباب وبيبوس الايادي والنبي سامحيني سامحيني والنبي. اه بجد؟ ايوه بجد هتشوفي. ندى ايه؟ ينفع كده؟ سيبيني عليها، سيبيني عليها وانا همسكها مش هسيبها. اهدي يا حبيبتي. ايه يا اختنا؟ يا حبيبتي اخد الحق حرفه، استني شويه. شفتي بتعمل ايه؟ عادي عادي. تكلم عليها؟ تف اللب محبه. يلا بينا. ماشي تعالي يا حبيبتي، بكره نقعد جنب الحيطه ونسمع الزيطه. الزيطه دي يا حبيبتي هتسمعيها لما بابكوا يقع. ربنا يخليكي يا عند امك هناك. كل بذوق يا حبيبتي. شكرا يا حبيبتي. يلا قدامي. ماشي. داري يا داري يا دار يا دار، قولي لي يا دار، راحوا فين حبايب الدار؟ فين 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 فين؟ قولي يا دار.
محمد ايه اللي جابك الاوضه عندنا؟ ايه اللي جابني الاوضه عندك؟ ايه يا محمد يا حبيبي انت نايم في الصاله؟ انت قايل نايمك في الصاله كده يا محمد؟ صح نايم في الصاله. اصل انا ايه بالليل بقوم اعمل حمام، فانا بتحرج من جلجل بامنيه، فقلت اسيبهم يناموا براحتهم. لا يا حبيبي ما يصحش نام بره فرشتك يا محمد، ما ينفعش يا حبيبي. وبعدين يعني لو انت مش مرتاح اكرشهم. اكرشهم يا آية؟ بلاش يا حبيبي، ماشيهم بالذوق. انا هعمل ايه طيب يا آية؟ هستحمل ده كلها 6 شهور او سنة؟ 6 شهور او سنة؟ ايوة في 6 شهور بقى او السنة دول مامتها تيجي تقولك اصلا انا ايه بنتي وحشوني عايزة اقعد معاهم شوية، وكمان اخوها بقى، وانت بقى تسيب لهم الصالة وتطلع تنام في البلكونة، بدل ما ياخدوا الاوضة هياخدوا الشقة كلها ويكوشوا عليها، صح يا حبيبي؟ اه والله كان عندها حق مراتك لما قالت دار ايتام ملجأ. يلا يلا كله اقعد. لا مفيش حاجة من الكلام ده يا آية. ايوة انا عارفة. بقولك ايه؟ نعم. حضرنا فطار يلا. حضركم فطار؟ اه ماشي هقوم اخبط عليهم يقوموا يساعدوني يحضروا الفطار. ماشي. يلا قومي يا ماما. انت وهي انتوا لسه نايمين؟ قومي انت وهي يا حبيبتي، فاكرينها ذكية ولا ايه؟ قومي يا ماما. في ايه؟ ايه؟ ايه اللي في ايه يا حبيبتي؟ جوزك اللي انت منيماه في الصاله ورامياه بره عشان تنيمي اخواتك على سريره عايز يفطر، عايز ياكل ماما يا ماما. ايه يا حبيبتي انت وهي؟ ايه صباح النور يا حبيبتي، ما حدش بيصحي حد كده. انت ايه اللي دخلك اوضتي اصلا؟ اوضتك؟ ايوه اوضتي، مفيش حاجه اسمها بقى ما تخبطي من على الباب. والله انا حره ادخل بمزاجي واطلع بمزاجي، وافتح الباب وادخل اي اوضه بمزاجي. صبرني يا رب صبرني. بس اهدي يا حبيبتي، خلاص اللي انت عايزاه. انت عايزين نحضر افطار؟ عيوني يا قلبي. ضحكتي على الراجل يا بت ونايمتيه بره في الصاله. بكره يا بت يجي امك واخوكي وتنيموهم في اللي هو في البلكونه وتاخدوا الشقه يا بت. ما هو ملجا. مش يا بنت انت بتقولي دار ايتام؟ انتوا بقى في ملجا. سيبوها لي يا ندى. سيبوها لي يا ندى. دفع عندنا يا ندى، دفع عندنا يا حبيبتي. وانا مش عايزه، انا عايزها كلها يومين وجوزها هيجي ياخدها. ايوه ان شاء الله باذن الله. قال لي قولي كده يا ايه. ها اصل انت قلتي لي كده امبارح. ايه ايه يا حبيبتي؟ كلها ساعتين والباشا هيجي يقعد على السلم ويعيط. ايه ده اللي هو فين؟ ما شدهوش يعني. ايه ده انت ما سمعتوش الاغاني اللي كانت شغاله بالليل؟ ده جه تحت البيت وقعد يزمر ويضرب كلاكسات 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 ويشغل لي اغاني قد كده عشان اطلع بس وابص له بس. وانا ابدا تقصدي على زفه العروسه بتاعت امبارح؟ زفه العروسه اللي هتفتح لك ان شاء الله انت واخواتك. يلا بتكم انت وهي. وانا بقى عايزه انام. خلاص قايمين يا حبايبي. عايزه ايه يا حبيبتي؟ انام. مش عايزه انام. انت مفعوصه من نص لسان. قومي حضري بيت كل واحد يعمل برقبته. يلا اشوشي كده. قومي بيت. اما اخد الحق حرفه. اصبري. حاضر يا ايه اللي انت. يلا حبيبتي يلا كل واحد يعمل بلقمته. يلا يا ماما. يلا يا ماما. ماشي يلا بابا. صباح الخير. صباح العسل يا حبيبتي. ما لبستيش ليه؟ مش هتروح المدرسه ولا ايه؟ لا يا بابا انا مش هعرف اروح النهارده. ليه؟ اصل طول الليل يا بابا عمت قاعده بتكلم نفسها وامك طول الوقت عماله تعيط، فعشان كده مش عارفه اروح المدرسه النهارده يا بابا. انا اصلا طول الليل ما عرفتش انام من النوم. معلش يا حبيبتي. ماشي يا بابا. يلا بينا عشان نفطر. يلا بينا. انا بصراحه يا جوز اختي زعلانه منك قوي. ليه بس؟ يعني ينفع كده تسيب اختك غضبانه في بيتك وما ترجعهاش بيت جوزها؟ مش غلط كده؟ اكيد جوزها محتاج لها وراجل طيب، المفروض تصلح ما بينهم كده وتاخد اختك من ايديها توديها بيت جوزها وتعتذر له وتبوظ دماغه كمان. عندك حق. حكمة. عايز اقول لك على حاجه، فاكر مامتي لما ندى غضبت عملت فيها ايه؟ مسكتها هزقتها وشتمتها وقالت لها تروحي تبوسي ايد جوزك، مش جت بست ايدك؟ حصل. شفت بقى ده كلام عقل. اقول لك ليه يا جلجل؟ ايه؟ اولا اخويا محترم، ثانيا يا حبيبتي مامتك يا حبيبتي خايفه على القرشين اللي اخويا بيرشهم عليكي كل شهر عشان تعرفوا تاكلوا وتشربوا منهم، عشان كده رجعت اختك يا حبيبتي. معلش يا جوز اختي دي فبرضه عندنا ما ينفعش اقول لها. بقول لك ايه يا جلجل؟ طول ما احنا عايشين يا حبيبتي مع بعض في البيت ده خليكي في حالك ومالكيش دعوه، ونصايحك وفريها لنفسك. انا عايزه اقول يا ايه انا خايفه على مصلحتي. يا ايه جلجل بتحبك وخايفه عليكي. خايفه على مصلحتها يا انت هتعوم على عمهم يا محمد؟
ايوه على فكره يا جرجل بتقولك الكلام الصح، ده كلام منطقي جدا على فكره. كلام منطقي؟ حتى انت يا مفعوصه يا منص لسان بتتكلمي؟ اصل انت ما تعرفيش، اصل انا عقل البيت. عقل البيت وعارفه انا الدوشه قلب البيت. ودي بقى الحب كله بتاع البيت، تفاحه البيت. تسلم ايدك يا ندوشه، احلى فطار في الدنيا. ايه دي حاجه جميله دي. تسلم ايديها على ايه يا حبيبتي؟ انت جايبه علب الجبنه مقفوله، جايباهم من الثلاجه. وبعدين انا مش قلت لك يا ندوش بعد كده انا عامله شاي يا حبيبتي مع الفطار؟ مش شاي بعد الاكل، ما ينفعش شاي مع الاكل. لا بعد كده يا حبيبه قلبي تعملي الشاي مع الفطار عشان ابقى بيه. اوعي تزعلي اي اختنا ابدا. ايه دي؟ بصي ايه بعد كده اديها الكتالوج بتاعك وهي تعمل لك اللي انت عايزاه. لا ما تقلقيش، ما احنا عايشين مع بعض كتير اكيد هتعرفوا الكتالوج. يا اختي. نعم يا حبيبتي. ينفع عصير تفاح؟ حاضر طبعا، اجيب لك عصير زي ما انت عاوزه يا روحي. عصير؟ الله يرحم بابا كان بيشرب الميه يدوخ يا بت. ايه ده يا آية؟ شوف عندنا يا آية. يرضيك كده يا محمد؟ يرضيك كده؟ معلش يا ندى. مفيش حاجة يا أمنية. يلا حط الشاي على النار. يا آية. يلا يكوك. نعم يا محمد. كلي جبنة يا آية. ما أنا هاكل جبنة، كل أنت كمان، كل مربى. حاضر. كل يا محمد يا جوز أختي، خد جبنة يا أمنية. يا حبيبتي. أنت بتعزمي على البيت يا حبيبتي. ودي واحد لمكة. خدي يا غزل نوتيلا يا بنت أختي. خدي كلي حلاوة يا آية. لا حبيبتي خليها عشان ناكل حلاوة رجوعك لجوزك بكرة ولا حاجة. يلا يا يلا. بسم الله. يلا بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ندوشه كلي يلا. حاضر. والله ماليش نفس. لا كلي يا حبيبتي. كلي يا ماما لازم تاكلي. وايه اللي جبرك يا حبيبتي تاكلي؟ ما تقوم باكل مع جوزي. خف شويه حتى تخسي كده وتبقي رشيقه بدل ما انت ما شاء الله بتبقي قد الباب. عاجبك جوزي ما تيجي. عاجبني يا بنت انت مش عارفه بيقول ايه. مش عارفه بيقول ايه. عاجبك جوزي. اقسم بالله انت ندوشه قمر ولا بقول لكم ايه؟ هي دي حلاوه؟ ينفع بقى يا غزل اطلب منك طلب؟ اتفضلي. ينفع ما تقوليش يا خالته تاني؟ قولي لي يا امنيه. حاضر يا خالته. كده ماشي يا بنت اختي. اتفضلي. جبت لك انت لعبه. الله. وانا لعبه. وانت لعبه. الله دي جميله قوي. وانا لعبه. واللعبه دي بقى يا غزل تبقى بتاعتك انت. ايه ده بجد؟ بجد يا بنت اختي. شكرا. تعرفي بقى انا عايزه اقول لك على حاجه. انا قبل ما افكر ان انا اجيب العاب لنفسي انا قلت لازم اجيب لغزل بنت اختي الاول عشان انا بحبك قوي. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ الله ايه الالعاب الحلوه دي بس؟ ايه ده جايبينها منين وبتاعت مين الالعاب دي؟ احنا بقى جايبين الالعاب دي من محل جوز اختي. جوز اختك؟ ايوه. والالعاب دي بتاعتي انا وامنيه. بتاعتك انت وامنيه؟ ايوه. ومفكرتوش بس تجيبوا لمكه لعبه واحده بس من محل خالها؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ هات الالعاب دي هات الالعاب دي. مفيش العاب. ايه يعني؟ ايه مفيش العاب؟ يعني مفيش العاب. الالعاب دي كلها بتاعت مكه. بصي يا غزوله يا حبيبتي تعالي العبي مع مكه بنت عمتك حبيبتك. انا بقول عليكي طيبه زي ابوكي مش حربايه زي امك. طب بصي يا طنط ايه، بصي انا عايزه لعبه دلوقتي العب بيها انا وامنيه، مش عايزه العب انا مع مكه. لا مفيش العاب، يا هتلعبي مع مكه يا مفيش العاب. وانت حرين بقى. وانا مش لعبه مع مكه. خلاص مفيش العاب، انت حرين. غزل. نعم. انا بصراحه يا غزل ما استحملش كده، ما استحملش حد يدخل في حياتي وياخد مني العابي ويتحكم فيا كده ويتحكم في حياتي. يا غزل عمتك دي بتغلس عليا قوي يا غزل. ايوه يا امنيه. لا انا ما ينفعش اسكت يا غزل. بصي بقى انا هقول لك انا هعمل ايه. انا دلوقتي هروح لاختي جرجل واشتكي لها، وانا كمان هروح لماما اشتكي. يلا يلا. بصي يا مكه، بصي يا مكه جبت لك العاب قد ايه؟ شايفه الالعاب؟ بصي الحلاوه. ايه رايك يا مكه؟ حلوين؟ بس بصي بقى يا كوكا مش عايزين نفتحوهم هنا، هنفتحوهم فين؟ في بيتنا ان شاء الله لما نرجع بالف سلامه باذن الله. بس انا بقى بصراحه يا مكه مش همشي من هنا عشان طول ما الحرابيق دول قاعدين هنا انا مش ماشيه من هنا وهفضل قاعده. ويلا يا هما بقى في بيت اخويا. ماشي يا كوكا؟ بصي يا كوكا بقى خليكي كده اتفرجي عليهم، هقوم اجيب لك عصير وفاكهه واجي. ماشي؟ ما تفتحهمش. ماشي يا كوكا. كلمتي ماما النهارده؟ كلمتها ومبسوطه قوي 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 ان هي قاعده عند خالي. بتقولي مرات خالي بقى بتعمل ايه؟ كل شويه تقول لها تيجي ناكل ومش عارف بتزي النهارده، انا هعمل لك كوبايه شاي. وانت عارفه امك بتفرح قوي بالحاجات دي. كويس انا كده اطمنت عليها. يا جلجل مالك يا امنيه؟ في ايه؟ يا جلجل انا عايز اقول لك على حاجه. انا بصراحه بقى كده مش قادر اقعد في البيت ده. احنا لو ما قعدناش في البيت ده هنقعدوا فين؟ في الشارع؟ لا بصي يا غول، انت عارفه طبعا ان انا مش بحب حد يدخل في حياتي ويتحكم في حياتي. ومين دخل في حياتك؟ انا هقول لك.
طنط آية، أنا وغزل وإحنا كنا بنلعبوا بالألعاب اللي إحنا أخدناها من عند محل جوز أختي، راحت هي جت وقالت لنا أوعوا هاتوا الألعاب دي، الألعاب دي تبقى بتاعت مكة بنت. بصي سبهالي بقى، أنا هقوم دلوقتي أجيبها من شارع. أيوة. عشان أنا زهقت منها بصراحة. إهدي شوية يا ندى، قلتلك أخد الحق حرفة يا ندى، إهدي شوية. وهناخده حقنا إمتى بس؟ أنا هقولك الصبر جميل. يا جلولة أنا عايزة أقولك على حاجة، أنا عايزك تشغلي دماغك وتجيبي لي حقي بأي طريقة. عيوني الاتنين، بس خدي غزل والعبوا مع بعضيها. هتجيبي لي حقي؟ هجيبلك حقي. يلا تعالي. أنا زهقت منها، هنعمل إيه؟ لازم ناخد حقنا. آية دي إحنا صبرنا عليها كتير أوي، وهنبدأوا معاها المعركة من دلوقتي. طب قوليلي هنعمل إيه؟ جاتلي فكرة حلوة أوي. إيه هي؟ ايه رايك تجيبوا زبديه ونحطوا فيها حبوب اسهال؟ حبوب اسهال ليه انا؟ تاكل الزبديه من هنا وتبتلها في الحمام يومين وكده نبقى طلعناها من دماغنا شويه. طيب انتوا اللي ابتديتوا الحرب، قبلوا بقى اللي جاي. والله ما انا سايبكم. الله على الافكار الحلوه، يلا بينا. يلا يا كوكا الشعب، بس بقى انتي تاخدي بقى وانا اخد بقى. الله، حلو قوي قوي يا كوكا، صح؟ تيجي نغني؟ دق دق دق، مين بيخبط؟ انا عمو. ايه؟ انا عمو صاحب بابا، جاي اوديكي البابا. يا عمو يا كذاب، بابا بتحبي. يا كذاب يا كذاب. ايه بابا حبيبتي؟ ايه يا ندوشة يروح قلبي؟ انا جاية اصالحك اهو عشان انا بحبك، مع اني ما زعلتكيش. ربنا يخليكي يا حبيبة قلبي. وجايبالك كده زبدية بعد الفطور عشان تهدملك الاكل، ومحليها لك بعسل كمان، مع اني مكنتش عايزة احليها لك. ليه؟ عشان انتي بتحلي اي حاجة تاكليها. يا سلام على الذوق والاحترام. ايه ده يا ولاد، انا باين عليا كنت فاهماكي غلط ولا ايه يا جلجل؟ ايوه والله كنت فاهماني غلط. ايوه يا جلجل والله. فضل. كلك ذوق محترمه وكلك ذوق والله. شكرا يا حبيبتي، ربنا يديم ما بيننا المعروف يا حبيبتي. يا رب يا رب يا رب يا قلبي. هاكلها بقى انا كوكا بنتي. لا بلاش كوكا، اصل العسل تقيل على الاطفال. يا روحي خايفه على بنتي. كليها انت عشان تهدمي الاكل. ربنا يبارك لك يا حبيبه قلبي. ماشي يا ماشي حبيبتي، اتفضلي 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 يا حبيبتي. طيب قبل اللي جاي انت وايه؟ ماشي. طوبى ولعم قص، طوبى ولعم قص. البنات الحلوين الامارات بقى بيعملوا ايه؟ احنا بنلعب. بصوا بقى يا بنات، انا اصلا الصبح كنت بختبركم، كنت بهزر معاكم، وبصراحه يعني كنت عايزه العب معاكم، كنت اعمل لكم اختبار بسيط كده. الالعاب بتاعتكم هي بنات، انا اصلا كنت بهزر. بجد؟ ايوه. وايه رايكم بقى حابه انا وانتوا ان احنا نبقى اصحاب؟ ايه ده؟ انت عملت، انت طلعتي طيبه قوي. انا اصلا طيبه جدا جدا على فكره. بجد؟ ايوه. وكمان انا عايزه ليك على حاجه، حقك عليا لو انا زعلتك، ما تزعليش مني. لا 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 انا مش زعلانه، بس عايزاكم تعرفوا حاجه، ان انا طيبه قوي 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 قوي. ماشي. بصوا بقى عشان اصالحكم بصراحه، جايبه لكم بقى الزباله دي وحاطه لكم عليها عسل بقى عشان تاكلوها كده تبقى مسكره وطعمها حلو. ودي يا ستي بقى اعتبروها صلح بيني وبينكم، بدايه الصلح يعني، ايه رايكم؟ ماشي. بصي بقى، أمنية الأمور هتاكل معلقة. برافو. وحبيبة قلب عمته تاكل معلقة. برافو. يلا 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 يلا، افتح بقى التيارة الحلوة دي رايحة على بقى مين؟ يلا يلا. برافو يا أمنية. يلا يا غزولة. يلا شطور. يلا برافو. يلا 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 يلا. هم هم يا جمل، هم هم يا جمل، أهم. يلا 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 يا غزولة، يلا يا غزولة. ايه يا غزولة، مش بتحب الزبادي ولا ايه؟ يلا يا حبايبي، يلا 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 كل يلا يا أمنية. طب بصوا يا بقى يا بنات، اسيبكم تلعبوا براحتكم بقى. ايه ده؟ يا بطني، بطني وجعتني قوي. يا بطني. انا مش قادرة، بطني وجعتني قوي. زمانها اكلت الزبدايه؟ دي زمانها اكلت الزبدايه وتعيط من الاسهال اللي عندها. عايز اقول لك على حاجه، اكيد حجنا تعيط من بطنها والحقوني ومش قادره. نروح احنا عاملين ايه؟ ايه؟ نمسكوا التليفون ونكلموا جوزها. الحق، مراتك تعبانه من غيرك، مراتك عماله تعيط وتقول لنا عايزه جوزي يجي يلحقني، عايزه جوزي، ما تسيبهاش كده. يجي بقى ياخد مراته ويمشيها من هنا.
نروحنا عاملين ايه؟ ايه؟ نجيبوا ماما واخونا. أيوة طبعا. يعني ينفع نسيبهم كده عند خالنا كتير؟ لا ما ينفعش. يقعدوا هنا معانا على الاقل لو ايه الحربيه دي رجعت تاني ما تلاقيش مكان تنام فيه وتنام بقى في البلكونه. انا نفسي اعرف ايه الدماغ الحلوه دي؟ انت جايبه الدماغ دي منين؟ دماغي بقى اعمل لها ايه؟ الشطاره دي ربنا يخليكي ليا يا جلجل يا رب. ده انا هخلي عيالكم يعملوا حمام على نفسهم. انا تحطوا لي حجاب واسحب. طيب. في حد جوه؟ ايوه انا. مين؟ اكلتها للبنات والبنات بطنها بتتقطع. تعالى الحقنا دي من المستشفى وقول له يلا يخطف في البيت. ايوه ايه اللي غزل بنتي؟ آه مش قادره. امسكوا مش قادره مش قادره امسكوا امسكوا حد يعمل على نفسه. معلش بسيطة إن شاء الله. بالشفا جامدة قوي. تعالي يا عسل تعالي. أنت اسمك إيه بقى؟ غزل. هاتوا الحقنة هاتوا الحقنة علشان خلاص. معلش يا زوزو معلش يا حبيبتي. خلاص 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 خلاص. بالشفا. بتوجع قوي على فكرة. معلش يا حبيبتي. هم عندهم إيه يا دكتور؟ هم أكلوا حاجة عملتوه بإسهال. هم أكلوا إيه؟ زبداية. زبداية لا يمكن تعمل كده أبدا. لا يمكن. اصل عمتهم بتهزر معاهم وحاطط لهم حبوب اسهال في الزبدان. انت بتتكلم بجد؟ عمتهم تعمل كده؟ أيوة. ازاي يعني؟ ازاي تهزر مع الاطفال وتحط لهم حبوب اسهال في الزبدان؟ بقى ده اسمه كلام دوت؟ على فكره انا عايز اعمل لها محضر. لا لا يا دكتور انا هتكلم معاها لما اروح. لا ما ينفعش. ايه ده؟ ازاي يعني؟ في استاذ اتكلم معاها؟ ما ينفعش كده. حاضر يا دكتور. خلي بالك الابره اللي انا عطيتها لهم دي هتوقف الاسهال باذن الله ساعتين زمن وهيكون زي الفل باذن الله. اه يا بطني. اتفضلي يا حبيبتي تعالي تعالي اتفضلي. ماشي. تعالي يا زوزو. ما ده اسمه الكلام ده. تعالي يا حبيبتي. يا آية غزل دي قبل ما هي تكون بنتي بنتك برضه يا آية.
دي غزل، دي نور عيون عمته. العالم ربنا انا بحبها قد ايه وبعملها زي مكه بالظبط. طب ينفع يعني ان انت عملتي ده؟ محمد يانا يا اختك ايه في البيت ده؟ لا ما تقوليش الكلام ده، غلط الكلام ده يا ندى يا حبيبتي. الا غزل بنتي. بقول لك ايه يا ندى، عايزه تمشي من البيت ده براحتك، بس دي اختي مش هينفع اقول لها تمشي، والبيت ده زي ما هو بيتي بيتها برضه. ايوه طبعا يا جوز اختي، كلامك كله صح، كلامك كله صح يا جوز اختي. وعلى فكره انا مش عايزك تشغل بالك بلعب العيال ده، هم اخوات بيتخاصموا بيتصالحوا وبيهزروا اصلا مع بعض، ما تشغلش بالك خالص يا جوز اختي. يا جوز اختي لو سمحت قول لي يعني ينفع اللي اختك عملته فيا ده؟ لا ما ينفعش يا امنيه، انا اسف. خلاص انا مسامحاها عشانك بس يا جوز اختي. انا عايز اقول لكم على حاجه بقى، انا مش فاضلكم، انا عندي شغل. خلاص يا اخويا حقك عليا، يا اخويا حقك عليا والله، وبعدين ده لعب عيال احنا بنهزر مع بعض والله، ما تزعلش حقك عليا. اروح الشغل انا. اتفضل يا جوز اختي اتفضل. خلي بالك من شغلك يا حبيبي وركز في شغلك، مالكش دعوه باي حاجه. دي ايه دي؟ بص كميه اخلاق وادب وذوق، لو لفيت الدنيا دي كلها مش هلاقي في بيتها وجدعنها. والله أيوة. نفس الكلام اللي لقيته عليا عليهم بالظبط. ماشي انا ماشي. ماشي يا حبيبي مع الف سلامه. بدأتوها حرب ها؟ قبله بقى اللي جاي. ده في كذا. انت ما جتش المبرد بتاعي نهائي. امنيه يا حبيبه قلبي جيتي في وقتك والله. بصي يا امنيه يا حبيبتي انا كاتبه الحاجات اللي ناقصاني هنا في ورقه. انت عارفه محل الاكسسوارات العقاول الشارع؟ ايوه عارفاه. اصل كنت محتاجه مانيكير لونه احمر، وكنت محتاجه مبرد ضوافر، وكنت محتاجه شويه حاجات كده، فانا كاتباهم في الورقه. معلش يا حبيبتي ممكن بس تجيبهم لي بسرعه وتيجي؟ عمتك. ايوه طبعا حاضر، اعملي اللي انت عايزاه. يا سلام يا امنيه حبيبتي، خلاص نبدا بقى صفحه جديده مع بعض. طبعا. ماشي صافي يا لبن. ماشي حبيبي يا قشطة. ايوه كده يا امنيه شاطره برافو عليك. عمته. نعم يا غزل. اروح معاها؟ لا يا غزل ما تروحيش معاها، عارفه ليه بقى انت وهي؟ عشان انتوا الاثنين لو رحتوا مع بعض هتتلكعوا مع بعض في الطريق وتقعدوا تهزروا، لكن لو واحده راحت لوحدها هتروح وتيجي بسرعه. أيوة. وانا ضفري اتكسر وعايزه برده بسرعه احسن ما يكمل الكسر بتاعه. ماشي امنيه هاتي بسرعه. ماشي حاضر حاضر يا غزل. امنيه ما تتاخريش عليا. حاضر. ماشي يا حبيبتي. عمو مين؟ انا عمو صاحب بابا، جاي اوديك البابا. يا عمو انت كذاب، بابا قال لي ما افتحش الباب. يا كذاب يا كذاب، بابا قال لي ما افتحش الباب. دق 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 دق. مين بيخبط؟ انا البقال. عايز ايه؟ افتح يا جدتي. انا حلويات، شيبسي وبيبسي وغزل بلاش. يا بقال انت كذاب، بابا قال لي ما افتحش الباب. يا كذاب يا كذاب، بابا قال لي ما افتحش الباب. امال فين امنية؟ امنية فين؟ امنية راحت تجيب حاجات لعمته. لعمته راحت تجيب ايه؟ حاجات لعمته. ومنين؟ انا مش عارفه. مش عارفه هي ازاي تنزل امنيه لوحديها؟ بصي انا امنيه مش عارفه ايه، انا زهقت منها، انا مش عارفه اعمل لها ايه تاني. امنيه ما تعرفش اي مكان هنا، انا مسايباها يا ايه. دق دق دق. مين بيخبط؟ انا جار. عايز ايه؟ افتح جبتلك بونبون، وكمان جبتلك تليفون. يا جارنا انت كذاب، بابا قال لي ما افتحش الباب. يا كذاب يا كذاب، بابا قال لي ما افتحش الباب. حبيبي يا عيني يا عيني يا ليلي، هي مسهر ليلي في نهاري وليلي. ولا اشتقنا ينفع وحياه عيوني. هو انت بتعملي ايه في اوضتي؟ سؤال بس، بتعملي ايه في اوضتي وبتستخدمي كمان مكياجي ليه؟ هو انت يا بنت لازم الكلمه تتقالك 50 مره؟ انت ما سمعتيش اخويا بلسانه قال لك ايه؟ قال لك ما بنت هتعمل اللي هي عايزاه ووقت ما تحب كمان. بصي انا جبت اخري مني. ثانيه انا همسكك اديكي علقه والله انا جبك من شعري. اهدي بس ثانيه واحده. لو جدعه المسي شعريه مني. ثانيه واحده بس. انت بعتي ازاي امنيه يا اختي تنزل تجيب لك حاجات من تحت وامنيه اختي ما تعرفش المنطقه هنا اصلا؟ ممكن تقول لي يا حبيبتي ان هي ما تعرفش. انا بقول لها يا امنيه تنزلي تجيبي، قالت لي اه انزل اجيب. ام لسان ونص دي، هو انتوا يا بنت انتوا الثلاثه فيكوا غير لسان وعقل؟
يعني انت بعقلك دي بنت صغيره، يعني لو بنتك هتنزليها تجيب لك حاجات من الشارع؟ ايوه عادي، ايه المشكله ما تنزل يعني. وبعدين بقى يا ندى، من اول يوم جيت في البيت ده يا حبيبه قلبي بقول لك انت ما عندكيش دم. يا بنت انت لو كان عندك دم كنت لميتي شنطه هدومك ومشيتي يا بنت. سيبها لي والنبي سيبها لي. سيبها لي والله. طب تعالي تعالي والله يا حبيبتي. تعالي زهقتي بس كده تعملي ايه؟ مش طايقاك بس خلاص. انت بنت فقر. انا اللي بارده ده انت اللي ما عندكيش دم. دي شكل واحده متخانقه مع جوزها. ايوه يا بنت ده شكل واحده متخانقه مع جوزها. يا بنت انا عايشه في بيت اخويا ملكه زمان، ملكه زمان يا بنت. سيبيني عليها والنبي انا ايه يا خلاص امشي من هنا اطلعي بره. خلاص بصي غيرانه وهتموت مني. طالما وصلت لحد اختنا يبقى انا كده صبري نفد، هي اللي بدات. يلا بينا يلا بينا. غيرانه وهتموت مني، اول ما بشوفها بسمي عامل ايه في خفه دمي، سكر على شربات ورد. ماشي يا ما انتوا في البيت. ادخلي ادخلي. ايه يا جرجل مالك؟ انت عبيطه؟ عبيطه؟ ليه بس؟ هي تشغل عندها طيب؟ لا ليه تنزلي تجيبي لها حاجات؟ ما انت مش فاهمه يا جرجل. انت عارفه مكان في المنطقه هنا تجيبي منه اصلا؟ ما انا هقول لك اهو يا جرجل، بصراحه يعني كده انا كنت عايزه انزل الشارع اشوف المنطقه وكده واعرف. انت يا بنتي انا مش قايله لك الصبح تعالي معانا وقلتي لا انا هقدر مع غزل. ايوه انا زهقت بقى يا جوجو. بعد كده ما تعمليش اي حاجه غير لما تتصلي بيا تقولي لي اول يا امنيه. حاضر حاضر يا جوجو حاضر. تعالي جوجو انا إيه؟ خايفه قوي. خايفه من ايه؟ طب هي لو سالتني عن البنت هقول لها ايه؟ هتقولي لها ايه يعني؟ هتقولي لها ما اعرفش، قولي لها انا شغاله عندك خدامه ولا ايه؟ ماشي. جمدي قلبك كده، في ايه يا ندى مالك؟ وبعدين هي كسبانه 1-0 وانا مش هعدي الجوله دي غير وانا كسباها. ماشي يا جوجل اللي انت شايفاه. هو انت هتودي البنت دي فين؟ والله مش عارفه، حسب بقى ما رجلي توديني هعرف اوديها فين. ماشي.